السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زيد. اليوم الحصة تاعنا وين نتكلموا على اللي يقول لك وين الإعلام الفرنسي يؤكد يعني أن تراجع مستوى ديلور في فترة التحضيرات. علاش انتوما كنتو تشوفوا غير في ديلور؟ ما هو السبب ديلور؟ علاش ديلور؟ علاش عوار ومن بعد يجي ديلور؟ علاش يجي عوار ومن بعد يجي ديلور؟ علاه؟ على مش راكم باغيين؟ كيف انتوا في دو ماتش راكم طايحين على ديلور؟ كاين دي زيكي بهم يلعبوا، كاين اللي نبتة وحما مركاوش، كاين اللي خسروا. كيف غير ديلور؟ علاه الجرائد الفرنسية والمواقع الفرنسية طايحة على ديلور عوار؟ في فرنسا كي تدخل تشوف قوة ديلور عوار، مستوى تاع ديلور طاح، مستوى تاع عوار طاح. علاه؟ راكم مش باغيين؟ لا احنا ما احنا ما يهمناش، انا ما يهمنيش، انا نحوس عليه في المنتخب الوطني الجزائري. ما يهمنيش انا، خاطر نعرف بلي ديلور ديازال، ديلور ديازال، ديازال يحمى، عنده 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 وقت يحمى فيه. ذوك يقلع ديلور، ذوك تقول له انكوايابل ديلور، انكوايابل ذوك ديلور يولي انكوايابل. انتوما ماشي باغيين ديلور نكتشفوه بلي انكوايابل. احنا يا انا واحد من الناس نعرفو لها ديلور يعني مكاز عاقه. ديلور تتقدر عليك تلعبو صانع العاب، تلعبو ميليو تيرا كاسير، تنجم تلعبو ماشي كاسير، ميليو تيرا كيما نقولو حنايا خط وسط ميدان هجومي، قادر تلعبو في اللاكس، تلعبو ديفونسير، تردو تقولو رد، تردو تقولو رد، يا لعب محراف. ديلور نتوما مي بغيتو، مام هنايا في الجزائر في المنتخب الوطني بغاو يحطمو ديلور، لعبوه أول مباراة تاعو رسمية دخل تيتيلان في الزيمبابوي ومركابونت. كي شافو مركابونت جاونا في مارس، ناس جاونا في مارس قال لك لا سليماني هو المخير وديلور هادو كاين لعابه وديلور منا بغاو يلعبوها له، ديلور سكت. ومن بعد دبروها له ديلور، داروا له 6 في 7 ولاو يعيطوا له عروسه، ولاو يعيطوا له زورو، ولاو يعيطوا له تبعت كوب دي موند تجي وحنا ما نكونوش. من بعد ديلور ولا مليح، من بعد قال لك ديلور لونترينير نسيبه ويما يروح يديه، او كده انا اللي كان في سانتيتيا، لا كده مين كان في سانتيتيا، دي عيات اللي تاع الدين سيبو. ديلو الاخر مالدين تاع مانشستر سي، تاع مانشستر يونايتد بيدو كيسموه بناصر البريزيدون، بناصر ديبت البريزيدون تاع مانشستر يونايتد، يا محرز الداي خت غوارديولا كيماك. لا بلا كيماك، بلا نتبع لي كيماك، ما تنعوا الشيطان بركاو من الكلب تاعكم هذا. وحنا رانا مع ديلور مليح شي مليح يعني في النادي، انا نحوس عليه في المنتخب الوطني، ونعرف باللي ديلور عنده بيريود تاعو اللي قلع فيها، كي تقلع الشامبيون يقلع. ديلور اصلا دايرة مباراة تحضيرية بسياسة يقلع غير بشوية، غير بشوية كيما الاندية تقلع، تقلع بشوية بشوية بشوية، تقلع تقلع تلعب مع الكاتريام ديفيزيون، تقلع تلعب دوزيام ديفيزيون بعد القسم الاول، بعد تلعب طلعني الريد. على ما تهضروش على ديلور مي ماركا برومي ماتش، برومي ماتش راكم تهضروا على دو ماتش، راكم تهضروا على بنفيكا وعلى فولهام، هاو هضروا على النادي الاول اللي لعب معاه ماركا البند. ديلور برومي ماتش تاعو ماركا البند، هاو هضروا عليه. راكم تهضروا على بنفيكا وعلى فولهام، لا واخا ماركا البند برومي ماتش تاعو، ماتش اميكال لعبوه، لعبوا مع ايكيب تروازيام ديفيزيون قيلا في فرنسا ولا ماشي، لا هاو هذيك راكم انتوما راكم جبدوا فولهام بنفيكا واخا ماركا البند. وين بدأت الصحافة الفرنسية في الضغط على المهاجم الجزائري أندي ديلور قبل عودته المرتقبة لتمثيل المنتخب الجزائري في الأشهر المقبلة. المهاجم نيس الفرنسي توقف عن اللعب على الصعيد الدولي لمحاربي الصحراء بعد يعني التكتل اللي كان ضده، وقت سابق قبل أن يفصح عنه المدرب يعني الذي ينوي استدعائه أول في أول معسكر القادم.
المقبل لكن ديلور وجد نفسه أمام ضغط كبير من قبل وسائل الإعلام الفرنسية بعد مشاركته في مباراتين نيس الوديتين استعداد لموسم مقبل. وسلطت الصحيفة ليكيب الفرنسية الضوء على أداء ديلور المتراجع. أنا والله مشتو متراجع أمنوني بلع مكان من هذه الصحافة الفرنسية هما لم يهضروا هذه الهضرة. انتوما شفتوا الاداء تاعو ديلور ديازال ديلور ضاروك يا احمد ديازال ضاروك تو يا احمد ديازال وتشوفوا الكوتيزو وتشوفوا ديمي بولي وتشوفوا دقائق التوالى وتشوفوا ديلور الماتش التالي ماركا 3 بيت كانوا خاسرين 2-0 دخل ديلور دوزيام ميتو ماركا 3 بيت ديرني ماتش ماذا بكازاق ما يشفقش ديلور ما يشفقش تا كيف تجي تقول لي بلي ديلور ما راه يدير والو وفرحانين انا شفت هذوك العاهره تاع اليوتيوب فرحانين محسوب ماذا هذو حمير هذو هاد العاهره تاع اليوتيوب اللي كانوا طايحين على ديلور تما من يشوفوا الواحد طاح على القد على المعبود تاعهم هما يخرجوا يبداو يعايروا في ديلور راه لي لونترينر عايره خرجوا هما ولاو يعايروا في ديلور هيا ضربوكم باغيين كويسيبو ديلور ما يجيش علاه ديلور ما يجيش ما فهمناش علاه بيطلعوا يبانوا بلي هما اقوياء ولا تبانوا بلي نتوما فور ولا انا نحوسو على ليكيب انا قلت لكم بلي هاد الناس ما يحوسوش ما بيهم لا ليكيب ناسيونال لا لونترينال لا والو بيه قناة يدير لك فيديو شوفوا شحال فرجوا فيه يخلص وتربح انا ما تهمنيش انا بن عمري راني ضده بصح بن عمري كو يعاود يروح يشني في ايكيب ويريبروني يولي مليح ماذا بيا بن عمري يجي نورمال الى بونتياح انا ماذا بيا بونتياح مكاش في ليكيب ناسيونال بصح الى بونتياح عاود ولا وقلع من جديد ماذا بيا بونتياح علاش لا علاش لا نكذب عليكم انا نحوس على ليكيب ناسيونال انا اللي يلعب هذاك هو شبيك حد يعجز يلعبوا يكونوا مليح يربحوا ما تهمني حتى حاجه وحده اخرى الله يسهل حوس على الصح حوس نربح والاداء يكون مليح هذه لا بغات نخسر ماتش اميكال لا بغات نخسر 3-0 و4-0 بصح ندو نظره وين غادي توصل هذه هي 2013 لعبنا كوب دافريك خسرنا 2 ماتش درنا ماتش نيل 2-2 مع الكوت ديفوار حق مال العربي السوداني ماركا 2 بيت براسه كنا رابحين 2-0 بصح دينا نظره بلي هذا المنتخب اللي خلاه شويه سكر شويه خاصه اللي توش نروحوا بعيد به كوب ديمون روحنا به بعيد كوب ديمون بصح النهار اللي كنا نربحوا النهار اللي لعبنا اني عقل لعبنا درنا 2-2 مع المكسيك اش قلت انا مازال فيديو اش عمل واحد قال لي تفرجنا وشبناه مازال فيديو قلت يا ودي كو غير خسرنا فيتو نعرفوا روحنا فيتو نحطوا كدعينا في الفيلار قال لك نتوما هاي صح ماتش اوفيسيال ما بغيتش نخسر ما نكذبش عليكم لعبنا كونت موريتانيا هنايا يا ودي قلت كو غير درنا ماتش نيل لعبنا كونت المالي قلت لكم غير خسرنا لعبنا كونت تونس قلت يا ودي كو خسرنا حنا 2-0 ما ربحناش 2-0 الناس صحاب الوطنيه صحاب الوطنيه تعرفوه وكمصر اليكو هذو اعداء المنتخب اليكو اوب يدير مال اوب اسمع هذه قال لكم غير خسرنا بصح علاه قلت لكم غير خسرنا انا في تونس تروح ديك تاع كانت التشكيله ما كاش لي توشي انا بغيت فماك نوخرو خاطر ولينا نربحو بدون يعني مستوى ما كاش مستوى نربحو صايك هذه هي وين نعاودو نولو وين نتكلمو لكن ديلور وجد ضغط كبير من قبل وسائل الاعلام بعد مشاركته في مباراتين ضد يعني مع نيس ومع في فتره تحضيريه مشي لانه احد أسوأ اللاعبين الفريق في الفترة الإعدادية ما كاش منها ديلور خلوه المازوط غادي يقلع ديلور أنا نقول لكم المازوط غادي يقلع نعطيها لكم من التالي
لا خوف على ديلور، لا خوف على ديلور، ما تخافوش ما تخافوش.